مساء النور. عقد نهار الاثنين بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لقاء حواري اقتصادي بقصر بعبدة للبحث بقانون السلسلة والاختلافات والتناقضات حوله وخصوصا الضرائب لتمويله. شارك بالاجتماع أكثر من 30 شخصية سياسية نقابية واقتصادية لانقسمت آرائهم باللقاء، وكشف النائب إبراهيم كنعان عن اقتراحات قوانين معجلة بتعالج الثغرات بمشروع قانون السلسلة والضرائب، والاقتراحات هي فصل الصندوق التقاعدي للقضاة عن باقي الصناديق تأكيدا على استقلالية السلطة القضائية، إلغاء الازدواج الضريبي يلي كان مفروض على المهن الحرة، إلغاء الضرائب على المشروبات الروحية، استثناء الشهداء والمعوقين من قرار تجزئة حقوقهم التقاعدية، إضافة إلى الملاك الفني للجامعة اللبنانية على المادة المتعلقة بالملاك الإداري للجامعة، وتعديل مهلة السنة للدبلوماسيين وجعل سنتين من تاريخ عمدتهم. وقد أكد رئيس الجمهورية على معالجة الثغرات القانونية. وتزامنا مع لقاء بعبدة الحوار الاقتصادي وردا على تغيب عنه، نفذت هيئة التنسيق النقابية اضراب عام واعتصمت نهار الاثنين امام مقر جمعية المصارف يلي بيعتبروها عم بتساهم بعرقلة اقرار السلسلة. ودعت رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لتوقيع قانون سلسلة الرتب ورواتب وعدم رده. هيئة التنسيق ما كانت الوحيدة المعتصمة، بل أيضا سجلت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اعتراضا بالتظاهر أمام مرفأ بيروت وأغلقت مداخله ومنعت العمال والموظفين من الدخول أو الخروج. من ناحية أخرى، أقيم قبل ظهر الاثنين بمرفأ بيروت حفل تسلم 8 آليات مدرعة من نوع برادلي و10 آليات خاصة بنقل الذخيرة مقدمة من السلطات الأمريكية لمصلحة الجيش اللبناني بإطار المساعدات الأمريكية المقدمة له، وذلك بحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون. شكر العميد فرح الحكومة الأمريكية على هالهبة يلي بتأكد ثقة الولايات المتحدة بالجيش اللبناني وعلى أهمية الحفاظ على الشراكة بين جيشي البلدين، كما وأشاد بالكرم يلي عم بيلعب دور مهم بالنجاحات اللي توصل إلى الجيش اللبناني خلال معاركه. أما قائد الجيش العماد جوزيف عون بكلمات كتب على صفحته على فيسبوك، أعطى الإرهاب خيارين، إما الاستسلام وإما الموت برصاص جنودنا. نشاطات روحية دينية بنلقي الضوء عليها ضمن فقرة تشيرش نيوز. على نية السلام بلبنان والعالم، احتفل راعي أبرشيت جبال المطران ميشيل عون بالقداس الإلهي يوم الأحد الماضي بكنيسة مرجريس جبال. خلال العظة أكد المطران عون أنه علاقتنا مع الرب بتنطلق من الإصغاء، فيسوع عم بيساعدنا ليكون عنا علاقة جديدة مع الآب ويعلمنا نعيش كأبناء للآب مش كعبيد. كما وأشار أنه ليربح كل شخص منا الملكوت السماوي لازم يعرف أنه هو حقيقة الكنز الوحيد اللي على الإنسان أنه يسعى من أجله. إذا كانوا بياتكم الأرضيين مع كل ضعفهم وخطاياهم يعطوكم الأفضل لديهم، أي بيت إذا ابنه بيطلب منه سمك بيعطيه حي أو يطلب منه خبز يعطي حجر. بيننا يسوع إذا كانوا أبائنا الأرضيين الخطأ بيعطونا الأفضل ما لديهم، كيف بالأحرى أبوكم السماوي بيعطيكم الملكوت. بمناسبة اليوبيل 400 لتأسيس كنيسة الشير بإهمج، احتفل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يوم السبت الماضي بالذبيحة الإلهية وسط العديد من المؤمنين. شرح البطريرك الراعي بالعظة أنه اللقاء الوجديني بين ذكى رئيس العشرين ويسوع المسيح مهم ليكون عبرة للجميع، وذكر مريم العذراء كلية الطهارة لتمطر نعم سماوية على الحاضرين، وفسر من الإنجيل أنه صخرة المسيح هي صخرة الإيمان، وأخذ عبارة إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات، معتبرا أنه النقاوة هي باب لدخول السماء على غرار نقاوة قلب يسوع المسيح، وقال لننتمس الحب كما الرب إلهنا ولنتمثل به. We'll be right back.
بمناسبة عيد انتقال السيد العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، ترأس المطران أنطوان نبيل العنديري ذبيحة الإلهية يوم الاثنين الماضي بكنيسة سيدة القلعة شحطول بحضور حشد من المؤمنين وأهالي المنطقة والجوار. أشار المطران العنديري خلال العظة أن الكنيسة الشرقية أعلنت أن انتقال السيد العذراء هو ركاد، أي أن نامت لتستيقظ وتنهض بالمجد في السماء، وأضاف أن العقائد بالكنيسة هي تعاليم إلهية ثابتة ما بتقبل التغيير، والعقيدة هي حقيقة إيمانية بتخبرنا عن سر خلاصنا وعن عمق محبة الله فينا. فانتقال العذراء مريم بيملأنا رجاء بأنه الله بيعزينا خاصة بساعات موتنا. وبهالمناسبة اليوم والمكان نفسه احتفل الخوري توني بوعساف بالقداس الإلهي، حيث أشار أنه مريم العذراء هي شريكة بالفدا، أي دخلت بسر موت وقيامة يسوع المسيح، فهي تستحق أنه تصعد بالنفس والجسد إلى السماء. هالحقيقة الإيمانية أعلنها وثبتها البابا بيوس الثاني عشر لحتى يدل أنه مريم ما كانت كسائر النساء، بل تميزت بإيمانها الكبير خاصة بعد ما قبلت مشيئة الله. زميلي ستيفاني سالم مستمرة بتغطية محطات مارونايت أكاديمي، تقارير مفصلة عن هالموضوع. لليوم السابع على التوالي أكملت الأكاديمية نشاطاتها بمحاضرة ألقاها الدكتور أنطوان سفير، حيث ناقش مع طلاب الأكاديمية وضع الأحداث اللبنانية والصراع القائم بين الأفرقاء اللبنانيين، وأوضح السيد سفير الانقسامات الموجودة بالمجتمع، وأعطى للموارنة بلبنان دور كبير دون أن يستثني تأثيرات الحروب المجاورة على الأوضاع، ومحدداً مهام كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والوزراء أيضاً، وشمل العمل الكنسي مع الوجود المسيحي بلبنان لإحلال السلام والعمل على الانتشار المسيحي بكل أقطار العالم. وبعدها كانت محاضرة للدكتور زياد حيك يلي عبر عن سعادته بالتنوع الحاصل بين طلاب الأكاديمية، معيداً الجميع لحقبة من التاريخ بتعود للوجود السوماري والكنعاني يلي يعود أصل اللبنانيين إلن، وشرح عن الكتاب الهيروغليفية والحضارات بالشرق الأوسط. أما الدكتور أنطوان وكيم وبدوره شجع الطلاب اللبنانيين الأصل على صنع التاريخ والموسيقى واتباع القوانين الموجودة وتطويرها أيضا، مذكرا بأيام الحروب حيث تحلى اللبنانيين بالشجاعة والإيمان. وبهالسية استعمل عبارة When you imagine you can create، وحث الطلاب على الاستمرارية والمثابرة من أجل الثبات بالمواقف يلي بدأ أجدادهم، لأطلق عليهم لقب الصقور وأبناء العزم. وأكمل الطلاب اليوم بزيارة لمنطقة جبال والسير بسوق العتيق، كما وكان هناك زيارة لسيد العجائبية وكنيسة مار يوحنا مرقس، إلى جانب دخول لمحل بيمتلك أثارات بتعود أشكالها لأسماك غريبة. وبآخر اليوم تناول الطلاب العشاء ببلدية جبال وسط جو من الفرح والرقص على ألحان الأغاني اللبنانية الشعبية. أما بالنهار الثامن وبما يخص مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، حاضر الأستاذ فيليب أبي زيد عن أهمية شبكة التواصل والسوشيال ميديا، واعتبر أنه استعمال المواقع ليس فقط لصالح الأمور العابرة، إنما يمكن استخدامها للتطور بكل المجالات العملية. كما وشرح الصحافي أبو زيد عن تطور عالم الإنترنت، وذكر الجميع أنه استعمال الفيسبوك إنستغرام وتويتر يجب أن يكون بناء بعيدا عن مضيعة الوقت. كما واستكملت النشاطات مع الأستاذ دانيال أسعد يلي حلل الرسائل المكتوبة باللغة الأرامية اللي كتب المسيح، وأطلع الموجودين على مخطوطات اللغة الكرشونية وغيرها. وبزيارة خاصة وجه رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة فريم كلمة للطلاب اعتبر فيها أنهم الأمل القادم، ومعبرا عن فرحه بلبنانية وجذور طلاب الأكاديمية، كما وشجع الطلاب على عدم الانهزام، واستعمل عبارة إنه العالم صنع لكم أنتم اللبنانيين رغم كل الصعوب، تمسكوا بالإبداع على الوصول. وبعد توجه طلاب الأكاديمية إلى منطقة فريا للقيام برياضة تسلق الجبال والمشي وسط جو من الحماس والتسلية، حيث تم نصب الخيام للمنامة إضافة لإشعال النار. زارت الأكاديمية بطلابها نهار الاثنين العديد من المحطات بجو من الفرح. أولاً سيدة زحلة وصولاً لكنيسة مار شربل بالبقاع لأقيم فيها الذبيحة الإلهية، وبعدها تم زيارة مصنع كسارة للنبيذ من كافة الأنواع.
ضمن هالمكان تم تعريفهم عن أنواع النبيذ وأصنافه، إضافة لحضور فيلم عن كيفية صناعته. واستكمالا لهالنشاط اليومي، زار الطلاب بعلبك حيث التراث اللبناني العريق. تنزه الطلاب بالساحات الواسعة حيث تلقوا المعرفة السياحية والجغرافية ببعلبك وسط جو من التقاط الصور حول الأمكنة التراثية. اختتمت المؤسسة المارونية للانتشار جدول محاضرات مع مدير عام تيلي ليميير ورئيس مجلس إدارة نورسات سيد جاك كليسي، يلي استهل حديثه بكلمة عن سيدة مريم العذراء والدة الله، مذكرا الطلاب بطيبتها كأم للعالم أجمع. وبمشهديات عديدة شرح السيد جاك حقبة من التاريخ اللي من أجل ضحى أجداد جميع اللبنانيين وخصوصا بضيعة شحتول يلي كانت مثل للمعاناة بفترة الطغاة، كما وفسر عن الصعوبات اللي أجبرت البعض على الهروب والآخرين على البقاء والصمود. وبهالسياق أظهر للطلاب صور عن رمز الأمل والصمود بوجه الظلم، وعكس طريقة عيش أجداد شحتول بالزراعة والصناعة، عارضا معدات مستعملا عبارة فلاح مكفي سلطان مخفي، كما استشهد سيد كليسي بكتاب أنطوان بستاني اللي بيحكي عن المجاعة، مشيرا أنه أرض شحتول لم تسلم من عوائق ما حصل بظل الهيمنة التركية، وشدد على معاني الأمل المصير الثقافي والحب من جيل لجيل بكل مكان وزمن، محفزا طلاب الأكاديمية ليكونوا فخورين بما صنعوا أجداد وليبقوا على الدرب الصحيح. أكمل الطلاب نهارهم بزيارة لمنطقة جربتا حيث بيتموقع دير القديسة رفقة، كما وزاروا أيضا كفيفين للصلاة بكنيسة القديس الحردينة. تلقوا الطلاب المعلومات عن الأديرة الموجودة وعن حياة القديسين المباركين، كما وعادوا بزيارة لمنطقة جبال للتسلية والمرح. اقتصادياً، رقم قياسي عم بسجله مطار بيروت خلال شهر تموز، 975 ألف راكب. التفاصيل مع الزميلة ماريان غنمي. لطالما كان لبنان موقع سياحي بيقصده العرب والأجانب من كافة دول العالم، بحيث تميز بطبيعته الخلابة ومناخه المعتدل وغاباته الجميلة، إلى جانب تنوع الثقافي والتاريخي. أما هالعام وتحديداً شهر تموز فكان له طابع خاص، إذ بلغ عدد الزائرين القادمين من وإلى المطار 975 ألف زائر. فبحسب مدير عام الطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين، هالعدد يعتبر الأكبر بتاريخ المطار اللبناني، كما وأكد أنه هالرقم بدل على العافية والثقة. فبالأرقام ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت نسبة السواح السعوديين بلبنان ل 86.77% لتسجل 38698 سائح. أما السياح الكويتيين فوصل عددهم ل 18809، العراقيين 21193 سائح، ثم الأردنيين 10782، والمصريين 8607. وبالنسبة للسواح الإماراتيين والبحرانيين فسجلت الأرقام نفسها. فبحسب الأحصاءات وصل عدد السواح العرب من إجمالي الوافدين للبنان ل 62205، أي 27.12%، وشكل الأوروبيين نسبة 38.30%، الأمريكيين 21.77%. أما بالنسبة للوافدين السوريين عبر المطار فقد وصل عددهم خلال شهر تموز ل 48523. بإطار مختلف، تقرير يلقي الضوء على توجهات السوق العقارية اللبنانية. أصدرت منصة الإعلانات العقارية الرائدة بلبنان OLX تقرير بيشمل توجهات السوق العقارية اللبنانية خلال الفترة الأخيرة، حيث أعربت أنها سجلت مؤخراً أكثر من مليون زيارة شهرياً، الأمر اللي بأكد ثقة الشعب اللبناني فيها. وأشار المدير العام للشركة جون نوجا أنه النتائج اللي صدرت بالنصف الأول من عام 2017 أكثر من رائعة، كما وأكدت الأرقام الواردة بالتقرير أنه 29% من مستخدمين منصة بزوروا فئة العقارات، الأمر اللي خول هالفئة من إدراج أكثر من 111 ألف إعلان لعقارات معروضة للبيع والإيجار، مع حصول كل عقار على الاستفسار الأول بغضون 48 ساعة من إدراج الإعلان. وبالتالي أشار التقرير أنه مناطق المتهن، الشياح، كسروان، بعبدة، جبال، عرمون ورأس بيروت قد سجلوا أكبر عدد من عمليات البحث عن العقارات إيجاراً وبيعاً.
أما مقارنة بين أسعار هيدي السنة والسنة الماضية، أظهر التقرير أنه قد انخفضت نسبة أسعار الإيجارات 7% ببيروت، 12% بالكورة، ولكن ارتفعت 15% بمنطقة شوف و7% بطرابلس. وفيما يخص أسعار البيع، قد ارتفعت الأسعار بالكورة لتوصل لنسبة 40% و21% بالشوف، فيما انخفضت 14% بصيدا وبعبدا. دولياً، أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات أنه معدل التضخم السنوي بمدن مصر ارتفع من 29.8% إلى 33% الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 1986. هالزيادة كانت نتيجة رفع الحكومة أسعار المواد البترولية، زيادة أسعار الكهرباء والمياه، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس، ليصير إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس بأقل من 9 أشهر. عم تشهد فنزويلا اليوم أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، إلى جانب تراجع أسعار برميل النفط عالمياً، الأمر اللي أدى لتراجع رقم أعمالها بنسبة 33.5% خلال عام 2016 لتسجل وفقاً لشركة النفط الوطنية 4.8 مليار دولار مقابل 72.17 مليار للعام 2015. وجدي ذكروا أن النفط يعتبر بمثابة الثروة الأولى لفنزويلا، حيث بأم 96% من عائدات البلاد من العملات الصعبة، كما وأنه هالانخفاض ما زال مستمر للعام الحالي، بحيث صدرت البلاد 1.9 مليون برميل نفط مقابل 2.9 مليون خلال العام السابق. من الاقتصاد بنتوقف مع أبرز التغطية الثقافية اللي قمنا فيها هالأسبوع. بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نظمت بلدية صيدا حدث رياضي ضمن مشروع بلدي لبناء التحالفات للتقدم التنمية والاستثمار المحلي اللي بتنفذه رابطة كاريتاس لبنان بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك يوم الجمعة الماضي بملعب صيدا الدولي، بهدف تشجيع الشباب ليتخطوا حدودهم، يتحدوا حالهم، يكتشفوا قدرات ومواهب جديدة ويمارسوا الرياضة بالهواء الطلق. تخلل النشاط عروض رياضية متنوعة شارك فيها شباب من عدة مدارس رياضية، نذكر منها الباسكتبول، الفوتبول، الجمباز، البوكسينج، الباركور وغيرها. وبكلمة لتلفزيون نور الشباب، تحدثت مديرة مشاريع كاريتاس ببرنامج بلدي ماري مادلين البجيني عن هالنشاط وعن ضرورة تشجيع الأهل لأولادهم للمشاركة برياضات مختلفة بالهواء الطلق. اليوم نحن جايين نفرج شباب وصبايا تبع صيدا انه فيهم يعملوا كذا اكتيفيتي سبورتيف غير الرياضات المعتادة اللي منشوفهم ضمن يومياتنا. رح يشوفوا كذا عرض من كذا اخصائي رياضة، وضمنها بيقدروا هيك ينموا قدراتهم والمواهبهم الجديدة. نحن عم نشجع اهالي صيدا يبعثوا كل الاهالي عموما واهالي صيدا خاصة يبعثوا اولادهم على محل حلو وامن وفيه كل التجهيزات تيلعبوا مش بس فوتبول وباسكت بقلب الملاعب، كل أنواع الرياضة اللي هن حابين يلعبوها، وخصوصا هلأ بفصل الصيف مع عنا شتاء قادرين يلعبوا برا. وبدوره تكلم مدير المشروع الدكتور أسامة القرناؤوط عن هالحدث اللي بيهدف لمشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب بعدة أنواع من الرياضة، كما وأنه أعرب عن إقبال الناس الكبير وتفاعلهم مع هالنشاط. فالنشاط اليوم بيهدف ليشرك أكبر عدد ممكن من الناشئة، يعني الأعمار الست سنين خمس سنين وطلوع، بعدة أنواع من السبورتس، فوتبول، باسكتبول، عنا كان جمباز، رولر سكيت، كاراتيه، بوكسينج، نينشاكو، كتير ألعاب لنجي نكتشف هيدي المواهب. يعني أي حدا بيقدر يجي يجرب مع أي أكاديمي عم تتدرب لنشوف شو ميولهم هيدول الأولاد، لبعدين يتسجلوا إذا بحبوا لننميلهم هيدي المهارة ويكون تأسيسهم صح لمهاراتهم من هن وبهيدا العمر. Je ne sais pas faire le premier pas, mais vous savez déjà tout ça.
بجو من الرومانسية والنوستالجيا والفرح، استقبل مهرجان إهدينيات الدولي لعام 2017 الفنان الفرنسي والعالمي ميشيل ساردو، وذلك مساء يوم الجمعة الماضي بحضور حشد كبير من محبي هالفنان العريق اللي اختار إنه يختم مسيرته الفنية الطويلة بلبنان، وتحديداً على خشبة مسرح إهدينيات، حيث قدم باقة من أجمل أغاني اللي شاركوا الجمهور بغنائها، نذكر منهم سالو جوفي تمي لا مالادي، وختم بأغنية لا دانيير دانس ليترك وراء ذكرى أخيرة مطبوعة بقلب كل مشاهد. وخلال هالحفل الضخم عبر ساردو عن فرحه الكبير بوجوده بلبنان وتحديداً بمنطقة إهدن اللي عم بزورها لأول مرة، كما وإنه أعرب عن المحبة اللي بيحملها للجمهور اللبناني اللي كان عم يتفاعل معه مع كل نغمة. أحيا الفنان جوزيف عطية حفل غنائي يوم السبت الماضي بمهرجانات درعون بحضور حشد من المعجبين يلي غنوا ورقصوا على أنغام أجمل الأغاني. هالمهرجانات بتنقل صورة لبنان الحقيقية، لبنان الفن والجمال، كما إنها دليل عن حب اللبنانيين للحياة رغم الوضع الدقيق يلي عم بمر فيه الوطن. انطلقت الحفلات الفنية من مهرجانات البترون الدولية بسهرة مميزة وقيمة مع النجم الاستعراضي كارول سماحة، اللي ألهبت مسرح المهرجانات بحرم ميناء الصيادين وتحت رعاية الشهيد إسفانوس من على كاتدرائيته المطلة على شاطئ البترون، بحضور فعاليات سياسية وهيئات قضائية ونائبية وأمنية، رؤساء بلديات ومخاتير، رهبات وكهنة، وحشد كبير من الوفدين من كافة المناطق اللبنانية وخارج لبنان، بالإضافة لرئيس لجنة المهرجانات المحامي سيد فياض والأعضاء ورؤساء الجمعيات البترونية والأندية والمؤسسات. كارول سماحة اللي أبهرت الجمهور شاركت مع فرقتها الفولكلورية بعروض مميزة فأطفت حماس بين الحضور اللي متوينة عن التفاعل والغناء معا. في ختام مهرجانات دوما، نظم نادي البلدة يوم السبت الماضي عشاء قروي وهو تقليد سنوي يقام منذ 20 سنة، وتوافد إليه أهالي المنطقة ليتذوقوا أشهى المأكولات. خلل العشاء محطة فنية مع الفنان زين العمر وجورج النخل يلي أدوا أجمل الأغاني التراثية والشعبية يلي تميل عليها الحضور وشكلوا على أنغامها حلقات الدبكة. منروح لعند زميلي ليا كفوري وأهم الأخبار المتفرقة. هاي ريتا، الفوبيا وهم نفسي يمكن التخلص منه، المزيد من التفاصيل بهالتقرير. الفوبيا أو الرهاب هو مرض نفسي بيقوم على خوف غير منطقي بيصيب الإنسان يلي بيعيش حالة ضيق وضجر جراء عدم قدرته على تفسير هالحالة أو فهمها. أنواع الرهاب عديدة وكثيرة، على سبيل المثال هناك ما يعرف بالأكروفوبيا أي فوبيا المرتفعات، الأراكنوفوبيا فوبيا العناكب، والدونتوفوبيا هي فوبيا زيارة طبيب الأسنان وغيرها. بهالإطار بأكد علماء النفس أنه بحالات كثيرة بتكون التربية الخاطئة منذ الصغر هي المسبب الأساسي للفوبيا، بحيث بيتأثر الطفل سلباً بالأفكار المتشائمة يلي بينقلها الأهل، وبتأدي بالتالي إلى تضخم الفكرة والصورة بدماغه لتتحول فيما بعد إلى حالة مرضية.
لذلك طرق المعالجة بتبدأ أولاً مع الأهل وثانياً مع المحيط الاجتماعي يلي بيتوجب عليه فهم المصاب وعدم تحفيز هالمشكلة من خلال طمأنته والتأكيد له بأنه هالأمر غير مخيف وذلك من خلال تقديم براهين ملموسة ومنطقية. ولكن بهالحالة بيتطلب من المريض التفكير بعقلانية والابتعاد عن التشبث بالرأي. ثالثاً يجب على المصاب بالرهاب أنه يتوجه عند الطبيب المختص وهي الطريقة الأفضل للتخلص من مرضه يلي بيشل حياته اليومية على كافة الأصعدة. أظهر ثنائي فشل بممارسة اليوغا بشكل رومانسي على شاطئ البحر، فبحسب الفيديو المنتشر استعد الشخصين لليوغا ولكن لسوء الحظ ارتطمت موجة صغيرة فيهم بسبب المد والجزر. مقطع فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع المراسل جيم ديليهانت بسكوتلندا بحيث مر طفل مع مراهقة يفترض بأنها تكون شقيقته وجرته على الأرض بعد ما رفض مرافقتها. أما المضحك بالموضوع هو عدم انتباه المراسل للحدث لبل تابع حديثه مع المذيع وكأن ما في شي عم بيصير بالخلف. ضمن البرنامج الصباحي بريكفاست تلفزيون وخلال تقديم النشرة تفاجأت تارا جون ستيفن بطائر نورس كبير موجود أمام الكاميرا وضحكت مباشرة على الهواء، وانتشر الفيديو بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحصد أكثر من 54 مليون مشاهد بأقل من 7 أيام. التوم علاج طبيعي للعديد من الأمراض المزمنة، التفاصيل بهالتقرير للزميل مايكل شاهين. بيقول المثل كل توم وانسى الهموم، وبالفعل فقد صدق هالمثل خاصة بعد ما نطلع على أهمية التوم كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض المزمنة. فقد أثبتت أحدث الدراسات فعالية التوم الكبيرة للعلاج من ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول وتحسين صحة الجهاز التنفسي، الأمر يلي بيساعد بشكل فعال على تقليل كمية الدهون بالدم وخفض الكوليسترول عن طريق مادة الليزين الموجودة بالتوم والحد من ارتفاع ضغط الدم. كما يستخدم التوم للوقاية من العلاج من أمراض القلب والأوعية الدموية بحيث أنه بيحارب تصلب الشرايين وتراكم الجلطات إلى جانب محاربة العديد من الفيروسات والفطريات، وبتحارب مادة الدياليل الموجودة بالتوم الخلايا السرطانية من خلال تنشيط الأنزيمات يلي بتقوم بإبطال مفعول تكوين الأحماض النووية للخلايا السرطانية. بيوصي الأطباء بتناول حصين من التوم يومياً قبل الريق أو تناوله بكميات متوسطة مع الطعام، فالإكثار منه قد يتسبب بحرقة بالمعدة أو بطفح جلدي ببعض الحالات. هيدي كانت أخبارنا المتفرقة لليوم، العودة لإليك ريتا. شكرا إليك ليا، ومنتوقف مع أبرز المستجدات بعالم التكنولوجيا. الكل متوقع إصدار آيفون جديد بآخر هالعام، ولكن هل مين بيتوقع منتج آخر؟ تقرير بيقول إنه أبل رح تطلق سمارت ووتش مع LTE سيستم ولكنها ما رح تكون معتمدة على الآيفون للاتصال بالإنترنت. هالشي بيعني إنه النوتيفيكيشن والفون كولز والميوزك داونلود بيشتغلوا إذا المستخدم أرادهم. LTE أيضاً ممكن تأثر عمر البطارية. أصدرت هالساعة أول مرة بعام 2015 والمرة الثانية بعام 2016، والLTE رح تكون أول ميزة بالسري تروى لساعات أبل. وصرحت بلومبرغ أنه رح يتم إطلاق نموذج LTE بهالعام مع دعم من الشركتين فيريزون وتي موبايل، ومن المتوقع افتتاح الحدث بشهر سبتمبر القادم. رح يتم مطاردة المجرمين بدبي من قبل روبوت ذاتيل كيادة المصنع من شركة أوتساو الرقمية من خلال المراقبة وتتبع رحلات المواطنين، ولكن هالسيارات ما رح تحل مكان ضباط الشرطة وما رح تقوم بالاعتقالات من تلقاء نفسها. OR3 تمتلك كاميرا 360 درجة ويمكن أنه توصل لأمكنة صعب كتير الوصول لها، وسرعتها ما رح تفوق سرعة سيارة المجرم بسبب تكنولوجيا السلف درايفينج، أي عدم القدرة بالتحكم بسرعة السيارة. أما البطارية فلما تنخفض بيرشد OR3 نفسه أوتوماتيكيا للشاحن مع الإصرار على هدف واحد بس، ويلي هو البحث عن المجرم الغير مرغوب فيه بالمجتمع.
تعتقد شركة أوتسا وأن وجود أور 3 رح يساعد على الأمن والاستقرار، ورح تكون دبي أول مدينة بالعالم يلي رح تستخدم هالروبوتس، ورح تبتدي الدوريات بالشوارع بحلول نهاية عام 2017 لتحقق الإمارات هدف جعل 25% من قواتها من الروبوتس. أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك علامة تبويب جديدة تحت اسم مشاهدة أو فيسبوك ووتش. هي منصة لمشاهدة البرامج على أنواعها ومتاحة على الهاتف المحمول، الديسكتوب واللابتوب، كما وبتطبيقات التلفزيون. بتمكن هالميزة المستخدم من اكتشاف ومشاهدة البرامج يلي بتتكون من حلقات مباشرة أو مسجلة عن مواضيع مختلفة مثل برامج الواقع، الكوميديا، الطبخ، المسلسلات والرياضة المباشرة. تتخلل هالمنصة قائمة مشاهدة لمساعدة الراغبين بمواكبة البرامج يلي بيتبعوها وما يفوتوا أحدث الحلقات، وهي منظمة حول يلي عم بيشاهدوا أصدقاؤهم على الفيسبوك. كون هالمنصة هي الأحدث بين شركات التواصل الاجتماعي، شكلت منافسة لشركات التلفزيون وخدمات البث المباشر مثل يوتيوب ونتفليكس. والجدير ذكره أنها متاحة بالمرحلة الأولى لمجموعة محدودة من الناس بالولايات المتحدة، ورح تتوسع بالمستقبل لتشمل كل دول العالم قريباً. أخبار رياضية محلية وعالمية ضمن فقرة سبورت. حقق المنتخب اللبناني المتوقع منه وتمكن من الفوز على المنتخب التايواني والتأهل للدور ربع النهائي بفارق 13 نقطة 90-77 ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الأمم الآسيوية 29 لكرة السلة اللي عم يستضيفها لبنان على ملعب مجمع نهاد نوفل بالزوق، وتأهل منتخب الأرز للدور الربع النهائي ليواجه منتخب إيران الساعة 9 يوم الأربعاء، وتسبق مباراة الفلبين وكوريا الجنوبية عند الساعة 6:30 المساء. وبفضل الخطيب اللي سجل 30 نقطة ورفع رصيده بالبطولة ل 97، وكان لبنان فاز على كازاخستان 96-74 بفضل وائل عرقجي اللي سجل 20 نقطة وخمس تمريرات حاسمة، وسقط قدام نيوزيلندا 82-86 وسجل فادي الخطيب 33 و11 ريباوند و8 تمريرات حاسمة. أما ببقية نتائج البطولة ففزت الصين على سوريا 81-79 وعلى قطر 92-67 والأردن على العراق 84-70 وعلى الهند 61-54 وكوريا الجنوبية على اليابان 81-68 وعلى نيوزيلندا 76-75 بفارق نقطة وعلى كازاخستان 116-55 وفازت اليابان على هونغ كونغ 92-59 وعلى تايوان 87-49 وأستراليا على تايوان 90-50 وعلى الهونغ كونغ 99-58 وفازت إيران على سوريا 87-63 والفلبين على العراق 84-68. نظمت اللجنة التأسيسية للاتحاد اللبناني للبجامن طاولة الزهر بنسختها الأجنبية وضمن رزمتها البطولة الكبرى ساتلايت الكاسليك تحت إشراف رئيس الاتحاد إميل إدمون شغوري، وشارك بالبطولة 70 لاعب ولاعبة من مختلف المناطق والأغذية والأعمار، وأقيمت البطولة على 8 مراحل وحل إدجار رباط أول ليتأهل بذلك لتمثيل لبنان والاتحاد بالبطولة الدولية السنوية واللي حتقام بقبرص التركية وذلك ب 22/2 المقبل. رح يشارك فيها أكثر من 500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم وبحضور وإشراف رئيس الاتحاد الدولي للعب الإيطالي ماركو فورناسير، وكمحل وليد أبي راشد الثاني، تييري موريس أسطى ثالث، وجوني شغوري رابع. وبالختام وزع رئيس شغوري الجوائز والكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية على الفائزين، وبالإضافة للدروع التقديرية لرعاة البطولة. أحرز نادي لاتسيو روما لقب كأس السوبر الإيطالية بعد تغلبه على يوفنتوس تورينو 3-2 بالمباراة اللي أقيمت على استاد الأولمبي بروما، وأحرز أهداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي هدفين ومورجيا، بينما أحرز باولو ديبالا هدفي اليوفي.
وبهذا الفوز بيكون لاتزيو قد أوقف هيمنة اليوفي على الألقاب المحلية. تجدر الإشارة إلى أن الدور الإيطالي سينطلق نهار السبت القادم في 19 أب أغسطس المقبل. هل المناولة باليد تعتبر تدنيس للمقدسات؟ الجواب ضمن هالتقرير. الحق الحق أقول لكم، من أكل جسدي وشرب دمي له الحياة الأبدية. كلمات اختصرت معنى الخبز السماوي، اختصرت كل ما قالوا وذكروا المسيح بالإنجيل حول نيل الحياة الأبدية من خلال تناول الإربان الأقدس بالتحديد. لذلك عرفوا وعاشوا تلاميذ المسيح والمسيحيين بشكل مطلق سر الإربان المقدس. هو معروف أيضا بسر الإفخارستية، حيث يعتبر من أهم الأسرار كونه بمثل المسيح نفسه، وبيتطلب تطبيقه إلى جانب التقوى ومصالحة الآخر، المشاركة بالقداس الإلهي، وبالتالي تناول الجسد والدم. ومن هون تطرح الإشكالية الأساسية حول مناولة الإربان من يد الكاهن إلى يد المؤمن، وكل الاحتجاجات اللي طالت هالممارسة. ففي حين المسيح ذاته كسر الخبز وأعطاه للتلاميذ باليد، ليش تعتبر هالممارسة تدنيس للمقدسات؟ في وقت اللي كانوا هني مع يسوع كانوا تبعوا يسوع ورسموا كهني بليلة الإفخارستية عشاء السري لما عايش معهم. الكنائس بأوروبا عم يناولوهم بالإيد، وهيدا الشيء حرام وممنوع من قبل الكنيسة. من يد الكاهن إلى فم المؤمن، إنسان المؤمن هو الكأس بينصب في جسد ودم الرب يسوع. أقوال عديدة لأعلام دينية حذرت من اعتماد هالممارسة، ومنها الأم تريزا اللي عبرت عن حزنها عند رؤية المؤمنين وهن وعم يتقبلوا جسد المسيح باليد. وأيضا البابا سيكستوس الأول شدد على عدم لمس الإربان الأقدس، كما واعتبر القديس باسيليوس الكبير أن المناولة باليد هي خطيئة جسيمة. وعن كل هالتساؤلات حول سبب منع المؤمن من مسك الإربان الأقدس بيده، الجواب لدى الأب مخيل عوض. الناس مش محضرة لحتى تتناول بإيدها، هيدا اللي يبقى مش مغسل إيدي، وهيدا يبقى اللي شايف، هيدا اللي يبقى ما بعرف إذا خاطي، بس مش شغلتنا ندينه يعني. أكيد أولا الرب يسوع له المجد لما بيحل بالإربان وحده الكاهن بإيدي مدهونين بالميرون مكرسين تيمارس الأسرار المقدسة، وخاصة سر الإفخارستية اللي هو الذبيحة الإلهية. فقط الكاهن وحده بحق له يلقطه بإيده، بده يكون مغسل إيدي قبل في صلاة غسل الإيدين، من غسل إيدينا نحن الكهنة قبل ما نفوت على الذبيحة، بالنقاوة أغسل يدي وأطوف إلى مذبحك. وكمان بس يناول الناس بحط شقفة لما يقع شي جزء، لأنه الأتوم يعني أصغر جزء بالإربان هي يسوع. ومنختم مع الصفحة الجوية.
مشاهدينا وصلنا لختام نشرتنا، ملتقانا بيتجدد نهار السبت مع أخبار جديدة. كونوا على الموعد وإلى اللقاء.